حكاية الليلة استعجالية، ما عارف واش نستفدوا منها شي حاجة، لأنه صاحبة الحكاية في حكايتنا الليلة هي محتاجة اللي يرشدها واللي يعاونها ويعطيها رأيه في الموضوع ديالها. تخيل تكون عايش معايا في نعم كتقلب ما بيناتهم، حتى كيجي واحد النهار بدون سابق إنذار وكتمشي لك هذه النعمة اللي ما عارفش حتى كيفاش تحكم فيها، ورغم زيارتك للطبيب وبزاف ديال الأمور، نعمة اللي تتحول إلى نقمة وكتحولك إلى إنسان تعيس. ما تمشيو فين وتتبعوا معايا حكاية الليلة هذه المرة من أجل صاحبتها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اذا كنتي اول مره كتدخل على قناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار راه الدار دارك. القصه ديال اليوم هي قصه غريبه وعجيبه، ويمكن اول مره غادي تسمعوا بها او لا تسمعوا بالموضوع ديالها. خلينا ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صاحبة القصه كتقول بلي انه قصه غريبه وعجيبه، يمكن اول مره غادي تسمعوا بها، والموضوع ديالها كنحشم حتى نهضر فيه لا مع ماما لا مع صحباتي ولا حتى بيني وبين نفسي، اللي مازال ما متقبلاش ومرضني في حياتي. خليني نعرفكم على راسي، انا لميا، عندي 3 ديال الخوت، وعلاقه ماما وبابا كانت مزيانه في الطفوله ديالي، حتى لواحد النهار غادي يوليو كيتخاصموا بدون سبب. ندخل لكم في صلب الحكايه باختصار مفيد. باقي كنعقل فاش كانت عندي 10 سنين كنا ساكنين حدا الدار ديال مرت خالي اللي كانت شويه مريضه في راسها، وكتشك بلي انه ماما كدير ليها السحر، واللي بالعكس هي بعيده كل بعد على هادشي كله. انسانه متدينه، ماشي بحكم انها ماما ولكن بحكم كانسان انا كنشوفها. واحد النهار وحنا عند مرت خالي اللي كانت عندها ما في الدار وزوج ديال خواتاتها، غادي يمشيو يجيبوا واحد السيد اللي كيجيهم من العائله اللي هو راقي، على اساس انه يرقي مرت خالي. فهو لما غادي يشوف ماما غادي يقول لها بلي انتي راكي ماشي طبيعيه، وغادي يدور عند مرت خالي ويعاتبها علاش انها كتشك في انسانه هي اصلا اللي كتاذيها ومرضاتها. في الاول كنا في ذاك البيت عادي، وذاك الراجل بقى كيهضر مع ماما، وماما كتهضر عادي، شوية بدات كتعرق وكترعد أنا وبنتها الصغيرة وخرجتنا على برا. أنا ذاك كنت بقيت كنبكي وكنقول لهم مالها، كيقولوا لي لا والو راه خير مريضة ما تخافيش. في الأخير خرجوا كاملين وسدوا الباب، وفاش كنمشي كنشوف شنو كاين كنلقى ديك مرت خالي وخواتاتها هما واقفين تما، وكنسمع داك السيد كيقرا على ماما القرآن. مرة كنسمعها كتغوت، مرة كتقول شي حاجة، ولكن الكلام اللي كان ما مفهومش. وفاش كنمشي تما كيخرجوني برا، تخلعت وبقيت كنبكي بزاف وكنغوت. جات ديك مرت خالي جابت واحد القرعه ورشاتها لي على وجهي وسكت، ما بقيت لا بكيت ولا هضرت. بعد واحد شويه خرجوا، وماما كان وجهها احمر وعينيها حتى هما والدموع نازلين ليها، فبقى كيهضر مع هذاك السيد وكيقول ليها شنو دير وشنو تقرا من ايات وصور. شويه طارت عليه باش تقجو، جا خالي شدها وبقاو كيرشوا الماء، جابوا واحد الحليب اللي شربوه لينا كاملين حنا الصغار اللي كنا تما، ما عرفش علاش، ولكن داك السيد اولا الراقي عطانا باش نشربو، وانا ما بغيتش، بقى عاقله كنغوت. قال لي شربي صافي وخرج فيا عينيه وشربت منه. فاش مشى في الليل ما بين المغرب والعشاء جات مرت خالي دخلت علينا وبقات جالسه كتهضر مع ماما، شافتها وبست لها راسها وعرفت باللي انها كانت خاطئه، وقالت لها سمحي ليا. واليومين هذا مازال ديك مرت خالي فاش كتلاقى مع ماما كتبوس لها راسها. انا من مورا هذا الحدث وليت كنخاف بزاف من الظلام وديما مخشيه في ماما، واحد المده عاد باش وليت مزيانه وما بقيتش كنخاف بزاف. اما على الحاله ديال ماما من ديك الساعه وهي اللور اللور، وديما المشاكل مع بابا، وعلى ابسط حاجه كينوضوا الصداعات ويقدروا ما يدويوش حتى 3 شهور. كنا ديما كندوزوا اسبوع مزيان، حتى نهار الجمعه بالضبط بابا كيجهل على واحد فينا من ولادو اولا على ماما، حتى خرج من الخدمه واحد المده، وهنا فين قرر باش انه نرحلوا من دارنا لدارنا واحده اخرى في مدينه اخرى. قبل ما ندوز لكم اساس هذه القصه والحكايه اللي كتخصني، كنت باقا كنعقل هاد مرت خالي اللي كانت كتهم ماما بلي انها كدير ليها شي حاجه من السحر، عندها واحد بنتها صغيره اللي عزيزه عليا بزاف، وفاش تكون حدايا كنهز تليفوني باش نتصور انا وياها، كتبدا تقول لي لا لا ماما راه غادي تضربني ما كتخلينيش نتصور معاك. انا تنخليها على خاطرها. واحد الوقيته جات عندي هاد بنت خالي بنفسها وقالت لي عطيني التصويره ديالك واخا تكون غير صغيره. قلت لها علاش؟ قالت لي لا راه بغيت غير نبقى نتفكرك بها حيتاش ما كتجوش عندنا ديما. قلت لها لا ما عنديش، وبقات محكره ودرني راسي كيفاش هاد بنت خالي باقا صغيره وباغا التصويره ديالي. سولتها واش انت اللي بغيتيها؟ قالت لي اه. قلت لها شكون اللي قال لك خدي من عندها التصويره؟ قالت لي راه قالتها لي ماما واللي هي مرت خالي. انا ديك الساعه مشيت قلتها لماما وقالت لي عندك تعطيها ليها. هاد مرت خالي انا عارفه اني ماشي شي وحده اللي عزيزه عليها اللي تقول لبنتها سيري خدي التصويره ديالها، حيتاش اصلا كانت ساكنه حدانا وعارفه كي دايره. فماما فاش كينوض الصداع وتيكونوا المشاكل كتحاول انها تلقى الرقيه في التلفازه وكتجهدها وكتولي مأزمه نفسيا. داكشي باش قصتي اللي غنشارككم اليوم بتفاصيلها ما كنقدرش نشاركهم معاها، حيتاش اصلا هي كتعاني ما نقدرش نزيد عليها.
انا قصتي كنتذكر غادي تبدا من نهار واحد البنت غادي تجي عندنا من واحد الفيلاج باش تجلس عندنا العام كامل باش تكمل قرايتها في المدينه فين تنسكنوا. هاد البنت جات يومها جلسوا شي ايام معنا وطلبوني باش انني نمشي معاهم الويكاند العربيه عندهم ونعاودو نرجعو. رفضت حيت ما تعجبنيش نسافر بلا ماما، ولكن بقاو مصرين عليا حتى مشيت. غير انا رجعت بالضبط من بعد 15 يوم تقريبا غادي تبدا حكايتي الغريبه اللي غنحكيها لكم دابا. شوف انا كنت واحد الانسانه ممتازه في الدراسه ديالي، وكنت دائما من الاوائل في المدرسه، وديما النقاط ديالي كانوا متفوقين لدرجه اذا جبت 18 تنبقى تنبكي علاش ما جبتش 20. كنت انسانه مليئه بالحياه ونشيطه، وعلاقتي مع الاصدقاء وكل من داير بيا كانت مرحه، ولكن وقت القرايه تنكون جديه. الاساتذه دائما كيضربوا بيا المثل، وصحاب بابا وماما كلشي تيشكرني على الاخلاق ديالي، ولكن بين ليله وضحاها غادي يوقع تغيير جذري في حياتي. بين ليله وضحاها غنتحول لا تنقرا ولا انسانه حيويه، من الفرح والنشاط الى التعاسه، ونولي نقلب غير فين تخبى من التنمر ديال الناس. بعد ما نجحت في الاعدادي بتفوق غادي ننتقل للمرحله الثانوي اللي كنت فيها متحمسه وفرحانه انني ندخل ليها. يوم من الايام وانا في القسم دخلت الحصه باش نقرا عادي، فاذا به غادي نشم واحد الريحه اللي كانت اعزكم الله خانزه بزاف وما يمكنش تحملوها. بديت كنقلب منين جا هادشي، ياك ما صبت على شي حاجه عييت ما نقلب ونسول دوك اللي حدايا، ولكن والو. ديك الريحه ما عارفاش منين جات وما بقاش تمشي. خرجت من ديك الماده ودخلت الماده واحده اخرى ومازال ديك الريحه تبعاني. تنمشي لدارنا ما كنشم والو، كل نهار كل نهار ويلي، حتى تندخل المدرسه عاد كتجيني ديك الريحه. ما يمكنش هاد الريحه تكون في اي بنت وقفات معايا. مع الوقت بديت كنسمع مسخه معفونه، اش هاد الريحه فيك، وكلام كيدار في الخاطر. هنا فين عرفت بلي انه ديك الريحه راه كتخرج مني انا، انا اللي حريصه على النظافه ديالي ونقيه لواحد الدرجه كبيره. هاد الريحه ما تنعرفش المصدر منين في الجسم ديالي، وإذا كليت مثلا المرقة كتولي ريحة المرقة فيا، أي حاجة كليتها ريحتها كتلصق فيا، وإذا حاولت باش أنني ما ناكلش كاع شي نهار كتبقى تخرج مني ريحة بحال ديال القوات أعزكم الله. وليت وقت ما وقفت حدا شي حد كيقول لي يا علاش بلاد ما تحترمش اللي معاه، اش هاد الوسخ، ولا كتبدا شي وحده فيهم كتبزق اعزكم الله، علما انهم هما عارفين بلي ديك الريحه راه نابعه مني، ولكن بالعاني تيبغيو يوصلوها ليا بديك الطريقه اللي كتاذي. والمشكل الكبير انني ما كنتش كنقدر نتحكم في هاد الشيء لدرجه انه عمرني عرفت بلي انه نابعه مني، حتى هما اللي لاحظوها عليا. انا براسي تنكون جالسه ونهائيا واش الجسم ديالي كيدير شي انذار بلي انه غادي يخرج هاد الريحه، بحال كيف العاده ديال الجسم. تندير الروايح تندوج ديما نقيه ومبتله، ولكن والو. فاش كنمشي للدار كتختفي هاد الريحه نهائيا وكانه شيئا لم يكن. غير انا تندخل المدرسه كتحول ريحتي لرائحه لا تطاق. اكثر حاجه كضرني هي انني لما تنكون واقفه مع شي صاحبتي وكتبدا تقول لي واش على بالك كنعرف واحد البنت تنكون معاها معفونه محالش واش كتغسل وما كتنقيش راسها، كنبدا نقول غير اه بصح حيت عارفه بلي انا هاد الهضره موجهه ليا. فاش كنمشي للدار كندخل لبيتي كنبقى تنبكي وندخل راسي وسط المخده ونبقى كنغوت لربي اللي خلقني. هادشي تيضرني حيت انا والله ما معفونه، انا انسانه اللي مهتمه بالمنظر ديالي لا الداخلي ولا حتى الخارجي. نهار على نهار كندمر لدرجه تخيلوا دوزت انا كلها بحال هكا. هادشي اثر لي على قرايتي بزاف، تلامت في القسم مركزين مع الاساتذه وانا عقلي ما كاينش هنا، وتنفكر غير في ديك الريحه اللي كتخرج مني كيفاش نعالجها وكيفاش نلقى حل لراسي. ما بقيتش منسجمه مع الدروس والتركيز طار ليا، تاثرت نفسيا اجتماعيا وحتى دراسيا لدرجه انه بعد مرات تنقول غادي نحبس المدرسه غير باش ما نسمعش من عند التلامذه هذا الكلام، وكنعاود نعال الشيطان ونقول ما يمكنش والديا كيضربوا علينا تماره وموفرين ليا اللي بغيت باش نوصل، وانا في الاخير نجلس في الدار ونسلم بسبب واحد الحاجه اللي ما عنديش فيها دخل لا ما يمكنش، وماشي انا اصلا اللي اختاريتها ولا حتى كنقدر نتحكم فيها. وهادشي ما انحصرش غير على التلامذ، ولكن غادي يتطور وغيوليو حتى الاساتذه كيهربوا مني. الاستاذه فاش كتعطينا شي تمارين كينوض عندها كل واحد باش تصحح ليه، انا ما تنقدرش نمشي لعندها واخا كنبغي لدرجه انه الفروض ديالي ما بقيتش كندير فيهم والو حيت ما كنشاركش وما كنفهمش وما كيفهمني حتى شي حد. حتى الاساتذه كانوا تيمعنيو على الريحه ويبداو يقولوا لنا اجي نبدلوا القسم، فاش نبدلوه كيبداو يقولوا لا لا هاد الريحه باينه في شي حد فيكم، وكيبداو يشوفوا فيا. كنت كنتحرج وكنبغي نموت، تنقول يا ريت هاد الاستاذ يعيط ليا بيني وبينه يسولني وانا غادي نجاوبه بصراحه شنو واقع ليا، ولكن حتى حد ما كيقدر يفهم هادشي. حتى واحد المره قلت اجي نقلب في انترنت نشوف واش هادشي اللي واقع ليا كاين اللي واقع ليه، زعما واش هذا شي مرض عادي وكاين في الحقيقه.
عييت ما نقلب، حتى غادي نطيح على واحد المقال تاع واحد الشخص اللي عنده نفس المشكل ديالي، ولكن هذا الشخص عارف باللي انه كيخرج منه ريح اعزكم الله اللي تيكون بدون الاراده ديالو، والاطباء تيجاوبو شنو ياخذ من ادويه. قلت ايوا صافي، من هاد الحاله شي شويه كتشبه ليا، انا غادي نمشي لعند الطبيب باش يشخص لي حالتي. تخيلوا غادي نمشي لعند اكثر من 3 ديال الاطباء اللي تيدوزوا ليا وتيقولوا ليا بلي انا عندي كلشي مزيان، وسولوني ياك ما كدرني معدتي ولا كرشي. تنقولهم لا كدرني كرشي غير شي شويه، وبعض المرات كنحس براسي شبعانه واخا ما واكلاش النهار كامل. ماشي واحد، ماشي زوج، ماشي 3 اللي كيعطوني الدواء ديال الاعصاب والاكتئاب، داكشي بزاف وغالي، وتيقولوا لي غير تبعيهم ويتقاداو وعاودي شريهم وشربيهم. فعلا درت هادشي وكلهم نفس الهضره، ولكن راه بدون نتيجه، وليت جامعه واحد السله ديال الدواء اللي ما قضات لي حتى شي حاجه. ريحتي غاديه كتزاد وانا براسي ما كنستحملهاش، ريحه اللي كتكون اعزكم الله مره بحال ديال القواد، مره بحال ديال لي غاز، وبعض المرات بحال ديال النفايات. بديت كنقلب من جديد في يوتيوب على الاعشاب. واحد النهار قلت اجي نحط واحد البوست في الفيسبوك في واحد الجروب ديال البنات اللي عاودت لهم الحاله ديالي، وطلبت منهم باش انهم ينصحوني. فكاينه اللي كتقول لي سيري للطبيب، واغلبيه البنات يقولوا لي عندك السحر، حتى غادي تدخل عندي واحد البنت وتقول لي ديري واحد الوصفه، راه تيقولوا لي هاد الجريه الصحراويه، فاذا كانت المعده ديالكم صرانك مراد غادي تبري بهاد الوصفه حيتاش كتنقي كدير لك واحد الغسيل. قالت لي ها الحشوه اللي ديري وتفيق الصباح وشربي داكشي على الريق وغادي تنقى لك المعده ديالك. مشيت كنقلب على هاد الوصفه ولقيت بلي انه فعلا كاينه وكتنقي المعده من السموم، زعما شي حاجه اللي ما نخافش منها. توكلت على الله وقلت اجي نجربها، درتها وشربتها، واخا كانوا مصارني كيتقلبوا عليا. يومين ما درتها ديك الوصفه غادي تحبس لي ديك الريحه، ما كملتش فرحتي ورجعت ريحتي هاد المره اللي غاده وكتكفس. سولتني ديك البنت واش صدق معايا هاد الشيء، قلت لها بلي بدون نتيجه. قالت لي راه عجيب، اي وحده مريضه في المعده ديالها وكدير هاد الوصفه راه كتصدق ليها، وانت راه يمكن اذا عندك شي حاجه غير عاديه. انا صراحه ما بغيتش ندخل فكره السحر لراسي، مش ما كنامنش به لانه ماما اصلا مضروره منه، ولكن ما بغيتش نعطي فرصه لدماغي انه يدخل لهذا الباب من المتاهات. طلبت مني هاد البنت انني نكتب بالتفاصيل شنو عندي، وهي غادي تحطو في واحد الجروب واحد اخر لعل وعسى انني نلقى شي حد يعطينا شي جواب. فعلا كيف حطتها دخلت عندها واحد البنت وبدات كتسولها عليا شحال من عام عندي ومعلومات عليا وشنو تيوقع ليا بالضبط. فطلبت منها الكونت ديالي وعطاتني ليها، تواصلت معايا وبدات كتسولني شنو كنحس، واش كضرني معدتي، واش كتغرغر، وكيف دايره علاقتي مع الناس، واسئله واحد اخرين. انا كنت نجاوبها وبلي كاينين هاد الاعراض، وبلي التلامذ راه تيهربوا مني وما تيبغيوش لا يجلسوا حدايا ولا يوقفوا معايا. سولتني واش كنعس بالليل مزيان، واش ما تنحلمش، وطلبت مني نعاود ليها كلشي بالتفاصيل. قلت لها بلي انه قليل فين تنحلم، ولكن واحد النهار حلمت بشي حلمه كانت كتخلع، واخر حاجه بقيت عاقله عليها انه لما فقت وانا مخلوعه شي حد همس ليا في ودني وقال لي انت مسحوره، وهنا فين قالت لي راكي عندك التوكال اللي هو سحر ماكول. سولتها وقلت لها شنو ندير، راني ما عارفاش وكنخاف من هذا الشيء، وبقيت كنسولها. قالت لي بلي انه هي كان فيها كاع هاد الشيء اللي فيا وعرفت بلي انه توكال، ومشات لعند واحد الراقي اللي قال لها شنو دير، اللي غتشارك معايا داكشي اللي قال لها باش نديرو حتى انا، باش نتاكد واش فعلا واكله شي توكال ولا لا. وصفه اللي كانت بسيطه اللي غادي نديرها كل صباح ونشربها على الريق لمده 3 ايام، هذيك الوصفه غادي تخليني اعزكم الله نرجع، وهنا فين غادي نعرف واش واكله او لا ما واكلاش. المهم داكشي اللي درت، انا صراحه كنت اقلب غير على الحلول، واللي قال لي ديري شي حاجه كنديرها. جرب ديك الوصفه، رجعت شي حوايج اللي كانوا خراب وصورتهم ليها، وقالت لي راه عندك توكال وراك واكله بشي حاجه اللي هي بزاف. قالت لي استمر على هاد الوصفه لمده 3 ايام، درتها نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث ما قدرت نرجع حتى شي حاجه اعزكم الله. جلست شي ايام غبرت مني الريحه ولكن عاودت رجعت. قالت لي خاصك تقرا شي ايات وصور قرانيه بالليل، وحاولي ترقي راسك براسك، وبلي راه السحر الماكول كيتجدد من طرف خدام السحر اللي هما الجن. قالت لي اذا قدرتي، وعطاتني النمره ديال داك الراقي اللي كانت عنده اللي بعيد عليا بزاف، قالت لي سيري جربي حدك معاه، انا راه على يديه تشافيت. من هذيك ما بقيتش دويت معاها، انا مواظبه على صلاتي ومواظبه على صلاه الفجر وكندير الذكر، ولكن لحد الان ما لقيت حتى شي علاج لهذا الشيء. حاولت ندخل اليوتيوب نشوف الطريقه باش ندير الرقيه، وخديت الماء وقريت فيه بعض الصور، فاش كنشربو كنحس بكرشي كتقطع وشعله فيها العافيه. عاود جربت طريقه واحده اخرى انني نحط يدي على كرشي ونقرا الرقيه، وكنحس بكرشي غير كتغرغر شويه كتهدن، وكيعاود داكشي يتحول لبلاصه واحده اخرى في كرشي. هاد القصه كلها والتفاصيل كلهم، انا من هاد المرض اللي ما عرفتش شنو هو حتى شي حد ما قدروا يشخصوا ليا خرج لي على حياتي الاجتماعيه، ما بقيتش كنقدر نتواصل مع الناس وديما منعزله، بغيت غير نلقى الحل لهاد الريحه اللي عقدتني في حياتي، ما بقيتش كنعرف الراحه النفسانيه نهائيا، وحتى حاجه ما نفعتني. عافاكم اللي عندها شي تجربه وقع لها نفس الامر، ما كرهتكمش انكم تعتقوني دابا قبل غدا، حيتاش ما نقدرش نتقبل راسي بحال هكا. وهذه هي حكايتي اللي ربما غاديش تستافدوا منها اكثر
من أنني محتاجكم لتوجيهاتكم. وصراحة ما بغيتش ندخل في داكشي ديال العرافات والسحر، لأنه أنتم عارفين غادي ندخل في متاهات اللي هم صعاب وشركيين، وأنا بعيدة كل بعد على هذا الأمر. وهذه هي قصة لمياء. من بعد ما دقات باب الأطباء وما كانت حتى شي نتيجة، كنقول والله أعلم أنها تجرب الرقية عند مختصين. وصراحة هذا الموضوع أثار فضولي، ومشيت دخلت لجوجل وقلبت واش هذا النوع من السحر ديال الريحة اللي كتخلي الناس بعيد عليك زعما واش كاين، ولقيت بلي صحيح، وفي نظري أنها تمشي عند شي راقي أو راقية مختصين في هذا الباب وعندهم إمكانية في هذا المجال اللي يقدروا يعاونوها، حيتاش محال واش تقدري ترقي نفسها، حيتاش صعيب أنها تحكم في راسها، حيت كانت قالت لي بلي أنه لما كتبغي تصلي كانت كتزير. وهذا هو رأيي والله أعلم. فيا متابعين يا كرام، اللي عندها شي فكرة أو لتجربة من فضلكم تفيدوا بها لمياء، لأن في أمس الحاجة إلى من يرشدها لهذا الأمر عقدها في حياتها وما عرفاش كيفاش غادي تزيد به. دمتم في رعاية الله وحفظه، تلقوا فيما بعد. سلام سلام.